أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من أونلاين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة تنعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري المالية والتخطيط، والذي استعرضت خلاله خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب. تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني خلال عملياتها بشمال سيناء من القضاء على 5 تكفيريين شديدي الخطورة، من بينهم أحد قادة تنظيم بيت المقدس الإرهابي. وأعلن المتحدث العسكري أن العمليات أسفرت أيضا عن القبض على 16 من المشتبه بهم، فضلا عن تدمير عربة خاصة بالعناصر الإرهابية، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة الآلية. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية أنها دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا. وقال المتحدث الرسمي باسمها إن المعارك مستمرة داخل المطار وفي محيطه، وأتوقع أن تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات المقبلة. أغلقت حركة حماس معبر إيريز بين قطاع غزة وإسرائيل بعد اغتيال أحد قادتها يوم الجمعة في عملية نسبتها الحركة إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وقالت الحركة إنها أغلقت المعبر لفترة غير محددة حتى انتهاء التحقيق في مقتل مازن فقها برصاص مجهولين في مدينة غزة. وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل الساحل الحدودي الجنوبي والشرقي والشمالي وحاجز بيت حانون إيريز شمالي القطاع. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.